atakuja kijana kutoka Kibenga, kutoka Kibenga, kijana Ijumaa na Jumaa, umri wake miaka 17, pia alifuata na baada yake ajiandae kijana mwingine kutoka Bukerere, tutakuwa tunatafuta mshiriki mmoja pekee ili kumaliza. Bizimana Hilal ajiandae baada ya Juma, yeye pia alifuata. Kijana Juma ni mshiriki namba 18 kutoka Kibenga. Utaratibu ni ule ule, unachagua swali la kamati ya jamii ya pass, unachagua swali la darasa moja na kuchukua fomu yako na kuwakabidhi meza ya majaji. Utachagua nambari ngapi? Bahasha nambari 9. Bahasha nambari 9 unawakabidhi majaji na kuketi katika sehemu yako ili kuulizwa. Na imani tunafikia kwenye kuhitimisha wakati wa kazi kumalizi. Kila mtu ana haki ya kujua nani anachukua milioni 6 leo. Bado kuna surprise na bambi hapa. Subirieni tutawaongeza tu kazi kwenu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف سؤال الثاني اقرأ من أول قوله تعالى فتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون نعم
نعم تعمر المؤمن يقوم على حقك من كتاب الأمن من الرواية قالون كلمة النجوم عن الثقة وفتح عن الثقة والنجومة مدخرة طيب من كل الكيس كون النجومة لكم عزيزا كما نجوم في قول الكلام السؤال الثالث والأخير اقرأ من أول قوله تعالى وهو الذي يحيي ويميت فجبره وهو أمرا فإنما يقول له كن فيكون هو الذي يحيي ويميت فإذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله
فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ Takbir. Jangan nampaknya selalu miskin ke orang. Takbir. Dia sudah dikira kembali ke Malaysia. Dia berkata bahawa syiriki wangi, syiriki dan berkumpul dengan Islam, kutuk aku kirene, dia yang ketiwa. Nanti kamu tadi hui, dia berkata bahawa kita hui ku Syekh Wetu, Syekh Yatin, Abdul Salam, dia berkata bahawa akiwa di sekretir wa